إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كما ديما قبل ما ندخلوا في المناقشات، واش كاينة الدفعة الثالثة بالنسبة لصحاب رامي في التضامن؟ حال المشكل شي كيف طوال المعالجة؟ إعادة النظر فيما يخص طلب غير موجود ولم يتم إدعاية شكاية؟ قبل ما ندخلوا في هذا الموضوع هذا، نرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وترجم الفيديو باش يوصلكم ديما الجديد. الان غنخليكم مع واحد الفيديو ديال واش كاينه الدفعه الثالثه ولا لا، اخبار متاكد منها 100%، اخبار موثوقه ومع اصحاب الشيء كيف طول المعالجه. نخليكم مع هذا الفيديو ونرجع لكم. حنا اللي كنتاملوا بانه يتم السريع بارسال هذوك المساعدات وهذوك المعونات، ويتم ايضا السريع بالبت والمعالجه. العمليه نوعا ما معقده لان العدد كبير، الاعتمادات كتكون كبيرة، كذلك الإجراءات والمحاذير الصحية. أنا ما نساوش بأن كاين واحد المشكل ديال الاستفادة. الناس اللي كتعطيهم الأرقام كتصيفطهم لواحد العدد ديال الوكالات البنكية ولا عدد ديال المايس باش ياخذوا الإعانة. كاين حتى ذاك الخوف والهاجس عند المسؤولين على المسألة اللي هي الصحية. هذه المسألة كتبقى حاضرة. اللي كنتأملوا بأنه هاد الملفات يتبت فيها ويتخذ قرار. وقت فهمتي قبل ما نخرجوا من ويتخذ قرار باش اللي غادي يعطيوه شي فرض اليوم بالنسبه لهاد الناس اللي كيتسناو يعني الحمله الثالثه. هناك قرار منتظر وكنتظروا كلنا، تيخضع لواحد التقييم عام، لواحد اللجنه اللي عندها المعطيات. غنشوف حنا كنتحدثوا على تخريج الحفظ الصحي، كنتحدثوا على منطقه واحد ومنطقه جوج. كنحسب اي دابا هذا يطرح اشكالات. ودابا الناس حيت هذوك عطاو الياك كان اللي كنهضروا على هذا الدعم، هذا الاسر ماشي الاشخاص، الاسر اللي في القطاع الغير المهيكل ولا اللي ما عندوش كاع حتى القطاع، فهمتي، اللي ما عندهمش لا راميد ولا والو. هادو كلهم كاين فيهم اللي صحاب شكايه حتى هما ما جاوبوناش عليها. من النهار فاش قالوا لنا هذه اسبوعين، قالوا لنا بانهم راه تمت الموافقه استجابه الطلب ديال 800,000، أكيد. كذلك تم الرفض ديال 400,000، أكيد. وكانت بقات واحد بقات واحد 800,000 واحدة أخرى من مجموع ديال 2 مليون الشكايات اللي كانوا تنزلوا، بقات 800,000 مازال قيد المعالجة. قيد المعالجة إوا خصهم يسربيو ياك. أكيد. اليوم حنا اللي كنتظروا كنتأملوا، وهذا نداء أنه أولا إصدار قرار واضح ونهائي بالنسبة للحملة الثالثة والناس. إذا بعد الاستماع للفيديو يعني أن أصحاب الدفعة الثالثة راح قالوا باللي الخلاصة ديال القول، راح قالوا باللي مازال ما قررش اللجنة باللي كاينة ولا لا، راح مازال ما كاينش شي حاجة واش كاينة الدفعة الثالثة ولا لا. خاصنا نتسناو لجنة اليقظة حتى دير الاجتماع التاسع عاد يقولوا باللي كاينة ولا ما كايناش. هذا بالنسبه لما يخص الدفعه الثالثه، يعني حتى نشوفوا الاجتماع رقم 9، لانه داروا اجتماع 8 مازال لهم اجتماع 9، يديروا اجتماع 9 عاد نشوفوا واش كاينه الدفعه الثالثه ولا ما كايناش. هذا بالنسبه للدفعه، يعني لحد الان الدفعه الثالثه مازال ما كاينش اخبار حاسين بانها كاينه ولا ما كايناش. وبالنسبه لاصحاب شكايه في طول المعالجه، راه كل شيء كيطالب لجنه اليقظه بتسريع المعالجه ديال هاد الشكايات في اسرع وقت. واخا عندهم بزاف ديال الشكايات، راه كلشي كيطالب لجنه اليقظه باش يديروا التسريع ديال حل مشكل شكايات في طول المعالجه، لان الاغلبيه ديال الناس كاين الالتزامات، الاغلبيه ديال الناس كيتسناو هاد بحال قلنا القفه اللي كيتسناو الاغلبيه ديال الناس. الناس عندهم لي كريدي، الناس عندهم بزاف ديال الحوايج. اذا كلشي كيطالب، حتى انا بدوري كنطالب لجنه اليقظه باش يسرعوا في الوتيره ديال حل مشكل شكايه في طول المعالجه. على الاقل يقولوا الناس بانها راه ترفضات باش يتهناو ولا يشوفوا كيديروا، ولا يجاوبوا الناس ويقبلوا الشكايات ديالهم. وكنتمنى انه كلشي يتقبل له الشكايه اللي مازال عنده شكايه في طول المعالجه، كنتمنى انه كلشي يتقبل له. وهذا فيما يخص الشكايه في طول المعالجه. الان غنخليكم مع واحد الفيديو اخر اللي كيطالبوا به باش نعرفوا شنو واقع بالنسبه لصحاب طلب غير موجود، بالنسبه لصحاب طلب غير موجود وبالنسبه اللي عنده لم يتم ادعايته شكايه. نخليكم مع هذا الفيديو هذا ونرجع لكم. تاعي حنايا دفعنا هذه ملفكم غير موجود، قيد المعالجه، داكشي كله، هادو كاملين هما اللي تيسولوا اولا وقبل كل شيء واش كاينه الثالثه. اذا اللي تيسولوا على الثالثه راهم خداو الاولى والثانيه. اكيد قلنا لهم شنو كاين.
انت كيفاش تفسر هذا الشيء؟ هذه الفئه هذه كترتبط بقرار عام ماشي بحال السلاسس. أيه. هذا قرار عام كيجي من لجنه اليقظه الاقتصاديه كيرتبط بالتطور ديال الحاله الوبائيه. هاد الناس هادوك بالنسبه للناس اللي ما استفدوش انا التفسير الوحيد اللي عندي يا اما هاد الناس هادو كان وقع مشكل في الديكلاراسيون ديالهم لان كيقول لك ما عندكش الحق تستافد اذا راه شي معلومه عطيتيها ماشي تلاه او لا عندك شي مشكل اللي هو تقني وقع بان هاد الناس تبلوكات لهم هاد لا ديكلاراسيون. هاد الناس هادو كيتسناو قرار عام لجنه اليقظه الاقتصاديه باقي ما خرجش. النهار غادي تجتمع هاد اللجنه هادي في الاجتماع ديال التاسع وغتقرر بانه تكون حمله ثالثه غتكون حمله ثالثه ما كانش شي ما غتكونش بالنسبه. اذا كما سمعنا الفيديو يعني ان راه كما شفتوا الاعلاميين راه كل شيء اصحاب اللي عنده اصحاب اللي عنده لم يتم دعايته شكايه يعني هادو راه وقع لهم مشكل فاش عمروا الشكايه ديالهم وراه تيقولوا الصحافه بانه يجب اعاده النظر في هذا الشيء يعني الناس اللي عندهم شكايه لم يتم دعايته شكايه راه فاش كانوا عمروا المعطيات ديالهم كاين اللي عمر المعطيات ديالهم ورسلهم وتكتبت له لقد تم تسجيل شكايتكم بنجاح ومن بعد فاش تسال الاجل تيلقاو بانه راه ما تسجلش الشكايه وتيقول لهم لم يتم دعايته شكايه. بالنسبه لهاد الناس هادو راه وقع لهم مشكل يا اما كان وقع لهم مشكل في الريزو يا اما وقع لهم مشكل في الانترنت ولا وقع لهم مشكل في السيستم. هادشي اللي كاين دابا حاليا بالنسبه لهادو راه كلشي كيطالب باش اعاده النظر في هذا الموقع هذا باش يتحل على الاقل الناس يعاودوا يديروا الشكايات ديالهم. اما بالنسبه لاصحاب طالب غير موجود راه كيقولوا بانه راه وقع لهم مشكل في السيستم او المعلومات اللي دفعوا غالطين وراه خاصهم يشوفوا في الحاله ديال هاد المواطنين يعني ان الاغلبيه ديال الناس تلقى سميتو تلقى بان الطلب ديالو غير موجود يعني هاد الناس هادو عندهم جوج حوايج يا اما المعطيات اللي دفعوا غالطين او بان السيستم وقع لهم مشكل في السيستم وتيعطيهم هاد ما عقلش على هاد المعلومات هادو وراه نورمالمون هادو لابد من لجنة اليقظة إعادة النظر فيما يخص هاد الناس هادو. راه لا يعقل أنه واحد جاه ميساج ملي دفع لقد تم تسجيل طلبكم وسوف تتم دراسته ويرسل إليكم رسالة نصية لاحقا يجي هذا الميساج ومن بعد كيدخل المعلومات ديالو كيلقى بأنه راه ما كاينش. يعني هاد الناس هادو راه مضرين بزاف ولا بد إعادة النظر في هذا الشيء. كنتمنى أنه الفيديو ينال اللي عجب ديالكم. هادو هما الآخر الأخبار اللي كاينة لحد الآن بالنسبة للدفعة الثالثة وشي كيف طول المعالجة وطلب غير موجود ولم يتم دعايته شكاية. إذا حتى أنا في دوري كناشد لجنة اليقظة باش تسرع دير تسريع في حل مشكل شكاية في طور المعالجة تعادل إعادة النظر فيما يخص طلب غير موجود ولم يتم دعاية شكاية على الأقل يحل لهم واحد الموقع آخر باش يديروا شي يعاودوا يديروا الشكاية ديالهم وبالنسبة اللي عنده طلب غير موجود يشوفوا الحل ديالهم فين وقع لهم مشكل. أما بالنسبة للدفعة الثالثة كما قلت لكم بان الدفعه الثالثه راه لحد الان مازال ما كاينش شي اخبار متاكد 100% بانها كاينه ولا ما كايناش. مازال حتى دير لجنه اليقظه اجتماع التاسع عاد نشوفوا واش كاينه الدفعه الثالثه ولا لا. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. كنتمنى اللي عجب ديالكم وكنتمنى انكم تشاركوا في القناه كما ديما ديروا جيم الفيديو فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما جديد والله يسمعكم اخبار الخير يا رب.